الدورة العادية تاع أكتوبر 2024 قلت بأن يعني ما تحاولوش تصيدوا في الماء العاكر، بأن المشاريع اللي ستنجز في مدينة الدار البيضاء تتم بتناغم بين الوالي ومجلس مدينة الدار البيضاء. أش تقصد بهذا التصريح؟ كاينة واحد المجموعة الأصوات ترتفع وكترجع كتحاول تخلق ديك الفرقة وداك التناغم والانسجام اللي كاين اليوم ما بين السلطة التنفيذية والسلطة ما بين المعين اللي هو السيد الوالي كتوتال وما بين المجلس المنتخب. بعض الناس نقول بعض الأصوات شادة هي اللي كتروج هاد الإشاعات بأنه السيد الوالي خدام بوحدو وهادي، وحنا كنقول لا، حنا ما عمرنا هذا هو الرؤى. علاش تكلمت على التاريخ ديال التجمع الوطني الأحرار؟ كان دائما حزب مسؤول، حزب تيخدم مع المؤسسات، يؤمن بالمؤسسات. إذا اليوم غير كنعاودو نأكدو بأنه هادشي ما قلتوش هاد المرة، راه قلت في جلسة سابقة بأن ما عندناش عقدة أننا نقولوا بأننا كنخدموا مع السيد الوالي ومستعدين لأنه يؤازرنا وتيسرع الوتيره ديال اخراج المشاريع ديالنا. اذا ما يمكن الا نكونوا فرحانين بهذا التناغم. غير ملاحظ بالنسبه لهذه الاصوات اللي كتب انا شاده، وان لاحظوا بان يعني منذ قدوم الوالي تحركت المشاريع اللي كانت هي معطله، الباصواي مثلا، الترامواي، المنتزهات، الحدائق، يعني شنو التفسير ديالك؟ هو تفسير واضح جدا، ما تسولش الهيئه المنتخبه لانها وجدت الامكانيات، تسول اذا فين كان الاشكال تم حلوه. في كل إشكال تم حلوه، هي ملي جا السيد الوالي إذن كان الإشكال في جهة معينة واليوم راه تحل. وهذا هو اللي كيبين اليوم الوتيرة ديال الأشغال اللي هي الحمد لله جد إيجابية.